السلام عليكم، اهلا اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، صحتكم لاباس، اموركم على خير وبخير، وكنتمناكم اخواتي نتوما كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا في احسن الاحوال والظروف، ان شاء الله تكون احوالكم طيبه. وديما كنبداو بالفيديو ديالنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. وكنتمناكم اخوتي اللي شاف الفيديو ديالي اول مره ما ينساش من اللايك والبارطاج والضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد ان شاء الله باذن الله، باش تدعموا لي القناه ديالي فضلا منكم وليس امرا. الله يجازيكم بخير والله يجيبها لكم في ميزان الحسنات. هاد النهار اخوتي غنشارك معكم هاد الكيكه هادي اللي كتجي غزاله ان شاء الله باذن الله، كتجي فنه وكتجي روعه وخطيره في المذاق وتحفه، واللي تعجب وليداتكم وتفرحوا بها وليداتكم ان شاء الله باذن الله في الويكان ان شاء الله، ولا في العطله ولا في الويكان. صراحه انا نصاوبها بالحد، غنفرح بها وليداتي. وخليكم تكتشفوا المقادير اخوتي. عندي هنايا شويه ديال اللوز القرقاع وشويه ديال الزبيب، عندي جوج خيزويات محكوكين، كاس ديال العنبات سنيده، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، ثلاثه ديال الاكياس ديال الخميره ديال الحلويات، خماره ديال الفاني، سميتو عندي معلقه ديال الخل، عندي قبيصه ديال الملحه، وعندي الكاكاو سميتو على حسب اللون تزين. وصافي اخوتي، حيت الفيديو صراحه راه جا طويل، لا فيديو وعني زربتو شي شويه. درت اخوتي 4 ديال البيضات، عندي القبيصه ديال الملحه، درت معلقه ديال الخل الابيض على حسب باش يعطينا الاضافه لهاد الكيكه، عندي كيس ديال الفاني، اولا عندكم النكهه ديال الفاني ديروها. المهم غنطرب مزيان داك البيض مع المليحه مع داك الفاني مع الخل، غنطربوه بالطرب الكهربائي اولا عندكم الفوي، او ديروه في الكاس ديال المونينيك حتى هو كيطلعوا الصراحه زوين. سنيده اخوتي عندي كاس ديال العنبه عامر، غنبقى نضيف تدريجيا السنيده، غنبقى نضيف يعني كنكاس فيه شويه د الماء نحيدو حتى داك الزوائد اللي كيكون لاصق. والزيت كذلك عندي كاس ما عامرش، يعني كاس قل ربع ديال الزيت، كاس ديال سنيده درتو عامر، وكاس ديال الزيت درت كاس قل ربع ديال الزيت، وكاس قل ربع ديال الحليب اخوتي، الكيسان بالعبار ديال كاس العنبه. راكم كلشي كتشوفوه واضح، الصراحه الفيديو جربتو شي شويه حيت جا طويل، باش تشوفوا المراحل بالتفصيل والتدقيق، وكتجي هاد الكيكه اروع ما يكون اخوتي. وراني كنصاوب هاد الكيكه مع 11 ديال الليل، هذه راه 11، وبغيت نفرح بها وليداتي الصراحه غدا الحد، وبغيت نوجدها لهم هكا الفطور ويفرحوا بها ان شاء الله باذن الله. مع نصبحوا جالسين، هاي صبحوا جالسين وليدات هكا مجموعين، نفرحهم بها ان شاء الله باذن الله. بقيت جالسه اخوتي، والله العظيم قلت النور ندير لهم شي كيكه اللي يفطروا بها غدا ان شاء الله باذن الله. كنصبحوا مجموعين، كيصبحوا الوليدات جالسين، ونضحكوا جميع ونشطوا، وصافي هادشي اللي كاين اخوتي. المهم بغيت نشاركها معكم اللي كتجي الصراحه خطيره في المذاق. انا الصراحه درتها راه عندي فايته دايرها في القناه ديجا، زعما عندي مليوحه، وبالحق دابا درتها بالحجم الكبير، يعني درتها كبيره، درت القوام اكثر. كنشدو داك المعالق ديال الكاكاو، عندي هنا جوج المعالق ديال الكاكاو. المهم الاضافه لو بغيتو تجيكم مغلوقه اكثر من هذا الشيء زيدوا ديروا الكاكاو، انا درت هنا جوج المعالق ديال الكاكاو وصافي. وكنبدا نضيف داك الخماره حتى هما الصراحه خصهم يتغربلوا ضروري، كيكونوا فيهم على حسب دابا البرد كيكون فيهم داك الحبيبات، ضروري كندير وحيده بوحيده وكنغربل، وعاد نبدا ندير الدقيق تدريجيا. الدقيق اخوتي اللي احتاجت لي انا هاد الكيكه، احتاجت لي 11 معلقه ديال الدقيق، وانتم الصراحه مهم الدقيق راه ما كت يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق، وعلى حسب يعني كاين الدقيق اللي كيشرب كاين اللي لا. انا هاد الكيكه هادي بهاد العبر هذا احتاجت لي الصراحه 11 معلقه، راني عبرت كنت كنعبر بالمعلقه ونقول لكم باش يعني تديروا، ولا ملي كتبقى عينكم ميزانكم، راه قلت لكم شي مره كيصدق الدقيق كيشرب شي مره لا، هادشي اللي كاين. الدقيق بطبيعه الحال راه عندي مغربل، غربلتو تماك مزيان، خلطو بديك الغربال وعاد درتو فديك الطبيصل. المهم عندي هنا جوج خيزويات كبارين محكوكين لهذا الشكل مبشورين في المونينيكس، عندي شويه ديال القرقع، شويه ديال الزبيب، شويه ديال اللوز اللي قطعتهم طريفات، كيعطيوها مذاق خطير لهاد الكيكه وكتجي اروع ما يكون. انا ان شاء الله باذن الله غنوجدها. المهم اسماء راها جالسه قصره معايا الصراحه، الوليدات كاين اللي مازال فايق كاين اللي راه مشى ينعس، وحنا نطنا نوجدوها. قلت لها باش تصبح ان شاء الله نديروها في الثلاجه وتصبح واجده، باش في الصباح ان شاء الله باذن الله نوض ندير لهم هي حريشه ويفطروا، نفطروا مجموعين مع كيصبحوا الوليدات كما قلت لكم جالسين، علاش لا نفرحوا بها وليداتنا الصراحه. ومكونات اللي هي بسيطه، انا الحقيقه والله ما تكلفت لهاد الكيكه زعما ولا خديت لها شي حاجه، فقط خديت واحد الكريمه صغيره داك هولالا ديال 10 دراهم هي اللي خديت، كلشي كان عندي الصراحه كاين في الدار، كلشي كان موجود الحمد لله. ونط هكا درت من شويه من هنا وشويه من هنا، والكيكه جات اروع ما ياكل. داك القرقاع اللي الصراحه ما خديتهمش كانوا عندي، وصافي البيض الحمد لله كاين، سنيده كاينه، الزيت كاين، قلت راه نوض ندير بها كيكه نفرح بها وليداتي ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، انا دهنت داك المول، درتها المول هذا دهنته بالزيت ودرت فيه الطحين، ودابا غنمشي ندخلها ان شاء الله باذن الله للفران، راه خليتها كطيب على عافيه مهيله، ودوس نشربها نصوب لها الكريمه.
الفيديو راه مزرب وكيف تني اخوتي يعني كنمنطي لكم الفيديو. عندي هنايا واحد نص كاس ديال لاغاناش، يعني الشكلاط اللي ذوبته مع شويه الحليب ودرت فيه واحد جوج فريميجات، وعندي كريمه درت واحد شويه الكريمه، خديت داك هولا لاخوتي راكم عارفينها الصغيره، هي اسماء راه جالسه حدايا مازال مقصره هي كتفرج التليفون. خديت داك هولا الصغيره ديال 10 دراهم ودرتها هنا كامله، درت معاها واحد جوج معالق ديال الشكلاط ديال الدهن، الشكلاط اللي كندهنوه في الخبز ديال القرعه، درت جوج معالق ودرت معاها واحد النويس ديال الكاس صغير ديال لاغاناش. لاغاناش اخوتي انا صوبته، جبت الشكلاط الكحل اسود وضفت له نص كاس ديال الحليب وذوبته فوق البوطه، خلاص كيعطينا لاغاناش. والكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن شوفوا تبارك الله كي جات رطبه وهشه وجات فتيه غزاله ما شاء الله. درت لها واحد النويس كاس ديال سنيده وكويس ديال الماء، درت لها شويه ديال السيرو اخوتي وسقيتها واحد شويه، هي صراحه جات فتيه بلا سقيه، وداك القرقع وديك الزبيب وديك الجزر داير عطينها واحد المذاق خطير وكتجي ولا اروع، كتجي مقوته من الداخل وكتجي غزاله. شديت ديك الكريمه اللي طربتها مزيان وطلعتها شديتها وصافي درتها لها هكا من الفوق، المهم على الوجه ديالها. حتى ممكن يكون عندكم الكريمه الصراحه بزاف حلوها من الداخل وعمروها بالكريمه، انا ما نكتفيش يعني من الداخل راها مقومه تبارك الله بالقرقاع واللوز والزبيب، يعني مقومه من الداخل وجايه فتيه ما نحتاجش كاع نحلها من الداخل، جات رطبه وكتذوب في الفم بوحديتها. هذا لاغاناش الصراحه اللي صوبت، راه قلت الاسماء سخنوا لي شي شويه حيت راه صوبته قبيله وخليته يبرد، عاد سخنوا لي واحد شويه باش يولي يعني كنقصح شد راسه واحد شويه باش نخوي عليه هكا من الفوق، وغنخليها ان شاء الله باذن الله حتى الصباح. دابا غنديرها هي في الثلاجه صافي، يعني نكتفي هكا ونديرها في الثلاجه ونخليها حتى الصباح ان شاء الله باذن الله، عاد باش نرجع معكم ان شاء الله نكمل لها التزيين ديالها. والمهم بيتو تخليوها حتى هكا الصراحه كتجي زوينه، هي هكا كتجي غزاله وكتجي اروع ما ياكل. جواري كانت طلبت مني كيكه ديال الشكلاط صراحه، قالت لي ديرها لنا بالشكلاط صافي، وقلت لربي لها الرغب ديالها ان شاء الله باذن الله، وهلا يخطي علينا وليداتنا. دابا ان شاء الله عنديها الثلاجه نخليها، وفي الصباح نتلاقاو ان شاء الله باذن الله باش نشوفوا الشكل النهائي. السلام عليكم، اهلا خوتي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. هذا الصباح الثاني من تشوفوا عيني مشقين عرفوا راه الصباح، شوفوا عيني حلولين عرفوا راه كيكون النهار. كي صبحتوا اخوتي لاباس عليكم، غنشارك معكم هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. بديته معكم البارح من الليل من 10 ديال الليل، وهذا النهار ان شاء الله باذن الله غنكملوا على الفيديو التتمه ديال الفيديو ان شاء الله باذن الله. كما شفتوا البارح دقينا مع 11 ديال الليل، يا لاله يا لاله، باش نفرحوا وليداتنا اخوتي. هذا يخطئ علينا وليداتنا الصراحه، والله يخليهم لنا والله يخلي لنا الوالدين ديالنا ويخلي لنا وليداتنا الصراحه، هما كل شيء في هذا الشيء في هذه الحياه، هما الوليدات والوالدين الصراحه. ملي كيخطاو الوالدين راه ما كتبقى حياه صراحه بلا الوالدين، الله يخليهم لنا ويطول لنا ربي حبيبي في عمرهم. واللي عنده شي والدين الله يخليهم له والله يخلي لنا وليداتنا الصراحه، اللي هما هما عليهم علاش كنخمل عليهم علاش كنخدموا صراحه وكندمروا ونفيقوا في الصباح بكري ونلبسوا ونصبنوا على وليداتنا بطبيعه الحال، ونصوم نقري ونصيفطو للمدرسة ونقابلينهم. الله يخلي شي واحد اللي عنده وليدات والله يخليهم له اخوتي، واللي ما عندوش الله يرزقو الذرية الصالحة ان شاء الله باذن الله ويعطيه باش كيتمنى ان شاء الله في حياته. البارح نط ان شاء الله باذن الله هذا النهار ديال الحد ان شاء الله، والبارح السبت صراحة قلت خصني باش نفرحهم ويفطروا صراحة بشي حاجة اللي هي زوينة وديال الدار بطبيعة الحال واقتصادية، ونصوبها لهم بيدي ونفرحهم هكا في الدار ونجمعو حنا وليداتنا الصراحة. كيصبح الحد كنصبحو جالسين اللي نجمعو نوجدو فطير يعني زويون صراحة ورومانسي، ومن طبيعة الحال ديال الدار شي حاجة ديال اليد ونجلسو عليهم طبيعة الحال وناكلو ونضحكو، وهذه هي الدنيا خوتي دايزة باش ما عطا الله. نطلب الله سبحانه وتعالى يرزقنا الثبات فيها ويسهل علينا وعلى وليداتنا ويعطينا داكشي اللي ناويين فيهم في خاطرنا، هادشي اللي كاين الله سبحانه وتعالى يوصلهم داكشي اللي ناويين فيهم. كل الصراحة كل الوالدين كيطمحوا وليداتهم يوصلوا لأعلى المراتب ويكونوا فرحانين ويكونوا واكلين ويكونوا شطانين، هادو الوالدين صراحة كلنا كنتمناهم لوليداتنا. هادشي اللي كاين اخوتي. المهم الكيكة ديالي هي هادي اللي كنت شاركت معكم البارح 11 الليل، هذا راه الصباح اخوتي نط باش نوجد يعني حيدتها من الثلاجة، هي خرجتها كنت حطيتها البارح في الثلاجة من درت لها الشكلاط ودرت لها، المهم مازال ما درتلهاش يعني غنزوق غير واحد، هي الصراحة هي هكا جاية زوينة هانتوما، هي هكا جايه صراحه زوينه حيت جواريه طلبت كيكه بالشكلاط وبغيت نفاجئها بها ونفرحها الصراحه بها. قلت لها البارح راني درت لك كيكه ديال الشكلاط، مع هي مسكينه مع الواجبات والحفاظه وداكشي ما كتساليش، المهم درتها لها ديال الشكلاط، هي هكا بغاتها الصراحه، جات غزاله وجات روعه ما شهيتكم فيها. هذه خليتها لهم قلت باش يفطروا بها ان شاء الله في الصباح. دابا دست باش نوجد لهم حريشه هي، المهم بغيتو تكتفيو عا هكا تخليوها هي هكا، هي الصراحه هكا جايه زوينه.
بغيتو ديروا لها تضيفوا لها شي اضافه هكايا، المهم تزوقوها بالزيت من الفوق ولا لوز ولا. انا الصراحه البارح كنت عندي واحد الحليوات في الخضيضر مزيونين، واحد الدويكر مع كنا خرجنا البارح حنا واسماء في العشيه وانصاف، وكنت شاريه لها واحد الدويكر زعما باش نزوق الطرطه، وحيت كنت عارفه نصاوب الكيكه كنت نزوقهم بها من الفوق، وطيحتهم انصاف البارح في الطريق. جايبه خوتي التقضيه في ميكا داكشي، عطيناهم ميكا تهزها اللي فيها تقيب شي نواده، وواحد الطويصه فيها ديك الحليوات وطيحتهم. من جينا للدار كاع ما لقيناهم، لقيناهم طاحوا. وكان اخوتي الليل كما قلت لكم كنا خرجنا تقريبا العين كانت تأدى المغرب، وجينا مور المغرب صراحه من برا، وهي هذه قلت لها ماشي مشكل ما علينا. عندي لها شي شبشي لويزات هكا من الفم معكم كالعاده. المهم غنخلط يعني بين الصفره والبيضه وخماره كيس ديال الخماره زويته ومليحه، وغنصوب ان شاء الله باذن الله حريشه نحط الطيب ونعمر بغير الذاتاي، وان شاء الله باذن الله ونرجع معكم باش نوجدوا الطيار ديالنا. خليكم معانا انتم الحبيبات ديالي، هاني رونت سميده كما شفتوا، درت لها يعني كاس ديال العنبه مع مرش، يعني كاس قل ربع ديال كيسان العنبه، كاس قل ربع ديال الزيت، درت لها شويه ديال الملحه على حسب السميده اللي عندي هنا. انا عندي كيلو، حيت المقله ديالي الصراحه كيهز لي كيلو وكتكفينا الحمد لله حنا وليداتي، راكم كما عارفين تبارك الله ما شاء الله الوليدات راه كتعجبهم الحرشه. كاس قل ربع ديال العنبه ديال الزيت، شويه ديال الملحه، خماره وحده كيس ديال الخميره ديال الحلويات ديال 8 غرام. شنو درت لها؟ درت لها معلقه كبيره ديال العسل صراحه اللي كتعطيها واحد اللون ذهبي والتحميره وكتجي ما شاء الله. وخلاص بسبستها هكا بالزيت مزيان وصافي، درت لها الماء دابا رونتها. انت كنرونها انا جاريه، كنخليها خفيفه وكنخليها تشرب واحد شويه، واحد الخمسة دقائق على ما كتكون دهنت المقله، هي دغيا دغيا كتشرب، وبالخصوص السميده البيضاء كتشرب بزاف. ودهنت المقله ديالي بشويه ديال الزيت ورشيتها بالسميده على ما شاء الله كتكون هذه شربات صافي، ونديرها في المقله كما كتشوفوا. دابا نحطها طيب وغنعمر بريد ديال الاتاي وغنخليها طيب. انا ديما كنخلط قلت لكم هذه التكريصه خليتها مخلطه ما بين الصفره والبيض، غنخليها تشرب واحد شويه وغنخويها في المقله ونقرصها ان شاء الله باذن الله، وندوز نعمر البريدات ديال الاتاي. والمهم اللي درتها انا معكم، انتم معايا وانا معكم ان شاء الله. انتم الحبيبات ديالي كما كتشوفوا الحريشه هي كطيب البريدات الاتاي، هو حتى هو حطيته يطيب، وانا راني خدامه كنقربوش يعني باش تتحلي الشهيه. جبت اخوتي هاد الكيكه حدايا، هي هادي انتما راني خدامه كنزوقها من حطيت الحريشه الطيب، حطيت الحريشه الطيب وبريد ديال الاتاي الطيب، حيت انا واقفه هنا حداها كل زهره نزوقها بسميتو بشويه ديال اللوز. عندي شويه ديال اللوز هنايا وشويه ديال الزبيب وشويه الكركاع خلاص اللي درتها منه البارح، خلاص كانوا عندي كنكون ملي كنتقضى الطبيه ديال الشهر كناخذ ديك ربعه ديال اللوز، ربعه ديال الكركاع، ربعه ديال الزبيب، وخلاص كنخبعها مره مره نعطي منها للوليدات، مره ناكل منها، مره ملي كيتبان لي هكا شي شهيوه كندير لهم منها. شنو انت صافي. المهم دابا كنقولت انا ملي الكركاع ما بقاليش بزاف، وما لقيت الصراحه ديك النصوصه اللي خصني نص، وما لقيتش هكا النص، لقيته بقى هي هكا مفرتت شي شويه انتما كما كتشوفوا ما بقاش بزاف، قلت راه ندير لها اللوز وراني جالسه خدامه كنزوق فيها حتى هي. المهم الجنيبات عرفت شكون اللي جاي حدايا يسرق لي اخوتي اللوز؟ اسحاق كيقول لي ما تقوليهاش ما تقوليهاش، انا خدامه كنزوق وهو جاي لهنا راكم عارفين الوليدات كيحماقوا على الجوكيز جافه. سميتو هكا الجنيبات كلهم درت لها الويزه 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 هكا في الجنيبات هانتوما كيما كتشوفوا اختياريا صراحه، هي تا هكاك جايه زوينه بلا حتى حاجه، بلا لوز بلا حتى حاجه، جايه زوينه هي هكا، هما جايه صراحه فتيه وكدوب في الفم وجايه فنه الروع ما ياكل. غنشد هكا شويه ديال الكركاع هكا نفرتو غير بيدي بحال هكا، الكركاع دغيا كيتفرتت وعنديرو له في الوسط بحال هكا على حساب الزويقات والمنظر، ما هي صراحه جايه فيها الكركاع وجايه فيها اللوز من الداخل. قلت راه ندير لها شويه ديال وشويه ديال الكركاع من الفوق وشويه ديال اللوز، المهم هي تزين وصافي. بغيتو ما ديروا لها حتى شي حاجه، جايه هي هكاك بالشوكولا جايه زوينه، اكتفيو بداك القدر فقط. انا نشد لها هذا مفرتت هكا وغنديروا لها هكا في الوسط انتما كيما تشوفوا، هانتوما فرتتوها على هذا الشكل هكا، غنحطو لهنايا في الوسط على هذا الشكل، يعطيها دويكر ومنيبل وبالخصوص ما فيها من الداخل يعطيها حتى الذكور. يا ولدي جلسة إسحاق هانتوما
جات صراحه ولا اروع، جات فين عطاها منظر، ومن بعد كيما قلتوا ما فيها اللزم الداخل والقرقع درنا لها مهم زويقه هكا ونفرحوا بها وليداتنا وبالصحه والراحه. وجايه الصراحه اروع ما يكون على الطيبه اخوتي الحرشه، ونعمر بالريد ديال اتاي نشحر اتاي ونطيب للحرشه ان شاء الله باذن الله، ونرجع معكم على مائده الافطار ان شاء الله باذن الله بالصحه والسلامه، ناكلوها بصحيحه والسلامه وتنتموا بوليداتكم وتاكلوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله باذن الله. وهانتوما خوتي هي هذه الكيكه الصراحه اللي وجدت وشاركت معكم، هو هذا الفطير ديالنا ديال هذا الصباح. هذا الحريشه الصراحه جات اروع ما يكون، جات فنه وفتيه وهشيشه، والكيكه هي هذه جويري تقطع لكم طريف باش تشوفوها من الداخل. صراحه اللي جات رطبه وجات خطيره في المذاق وعجبت الوليدات بزاف بزاف، وكنتمنى انتما صراحه تعجبكم وتجربوها ان شاء الله لوليداتكم وتاكلوها بالصحه والسلامه. شوفوا تبارك الله كي جات من الداخل، وزوقتها قلت لكم بشويه ديال القرقع على هذا الشكل هذا، وصراحه عطات مني دار تحفه وجات غزاله. وتجمعوا الوليدات هما هادو على الطبيله الصراحه، وفطرنا الحمد لله اللهم لك الحمد، وضحكنا شويه وجلسنا وتجمعنا، وهو هذا النهار ديال الويكاند ان شاء الله. كنتمنى حتى نتوما تشاركوا مع وليداتكم وديروا شي حاجه ديال الدار وتفرحوهم بشي حاجه اللي زوينه. وعجبت وليداتي الصراحه بزاف بزاف، كنتمنىكم حتى نتوما ديروها لوليداتكم تجربوها وعتعجبكم والله العظيم، جات خطيره اخوتي في المذاق بزاف. وشكرا لكم اخوتي على الدعم ديالكم والتتبعات ديالكم اللي كيخلي لي شي كلمه في حقي زوينه، شكرا ليه بزاف بزاف، والله يخليكم حتى نتوما وليداتكم ومعز عليكم ان شاء الله باذن الله. وكان هو هذا الفطير ديالنا ديال نهار الحد، ومع السلامه اخوتي، شكرا لكم بزاف بزاف، الى فيديو قادم ان شاء الله.